ولكن كما قال الشاعر الأول قال: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغه الجاهل من نفسه. تعمل على إضرار نفسك وأنت لا تدري، ولكن قد تدري بعد فوات الأوان. وإليكم هذه الطرفة، بالأمس وقعت مع ابني، ابن سنتين، يريد أن يعض أحدا من أخواتي، ولما لم يتيسر له ذلك أخذ يده وعضها في حالة غيظ، ظل يعض وأنا أضحك، وبعد أن أطلق سراحة جعل يبكي ويتعور وينظر إليها بغضب شديد جدا. قلت: هذا مثل هؤلاء الحمقى، أراني الله قدرهم هكذا. والله نعم، نضر أنفسنا وبعد ذلك بأثر رجعي نستشعر الأهم ونظل نتأوه ونتشكى. أسأل الله أن يرد علينا وعينا وعقولنا، وأن يجعل أمورنا إلى ذوي الفضل والأحلام والأسنان منا، لأن هذه الأمة بخير ما جعلت أمرها إلى ذوي الفضل والعلم والأسنان. لا يلحدث أسنانهم إلى الشباب المراهقين الصغار الذين لا خبر لهم ولا تجريب. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.